هذا يقول نسمع كثيرا من الناس إذا ذهب إلى زيارة المسجد النبوي يقول بلغ إسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لهذا الأمر سند من الكتاب؟ لا، هذا ليس له سند، ليس له سند أن اللي يذهب إلى المدينة يوصى أن يسلم على الرسول بدلا من الغائب، هذا ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة. وما كان الصحابة يعملون هذا مع حرصهم على الخير ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرشدنا إلى أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت أيها المسلم صلي وسلم على نبيك في أي مكان، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يأتي يعتاد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر المجيء أنكر عليه هذا وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس وهو المسمى الآن بأسبانيا، ما أنت إلا وهو سواء، يعني فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه الصلاة بدون أن يوصي أحدا يروح يسلم على الرسول، إنما هذا في شأن الأحياء، في شأن الأحياء خاص، أما الأموات فلا أصل لتحميل السلام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصلى ويسلم عليه في أي مكان ويبلغه هذا.